زاوية بلا أقنعة للكاتب زاهر بخيت الفكيه، والتي جاءت بعنوان ماجستير الريس. يبتدر الفكيه زاويته بالقول: سمعنا في زمان مضى عن الذين كانوا يصلون الفريضة مع الريس بلا وضوء، وشاهدنا بأعيننا من سجد في أرض المطار بعد عودة الريس سالما من تلك الذرة الجنوب أفريقية، وقد وعدنا الساجد نكاية فينا بالسجود مرات أخرى إن استدعى الأمر. ربما منهم من ادعى الصيام ليجالس الريس في يوم اثنين أو خميس نظام التبرك وكذا، وما أكثر من تملقوه وداسوا على كرامتهم في سبيل الاقتراب منه والاستمتاع بمجالسته ونيل عطاياه. يضيف الكاتب: منهم من وصل ومنهم من ضل الطريق رغما عن التنازلات التي قدموها، والنفس البشرية مجبولة على حب المال والجاه، وبعضنا لا يبالي في سبيل الحصول عليهما ويسترخص في سبيلهما كل شيء حتى كرامته. ينقل الكاتب مقولة المدير الأسبق لمعهد إسلام المعرفة التابع لجامعة الجزيرة: أسعد الله، وقد كنت عميدا للمعهد فترة دراسة الرئيس السابق عمر البشير، أن هذا الرجل تواضع وهو في عز سلطانه، وجاء إلى قاعة الدراسة وجلس بين 16 طالبا ممسكا بقلمه وكراسته ليدرس 15 مقررا تمتد لثلاثة فصول دراسية، ويلتزم التزاما صارما بكل لوائح الجامعة الأكاديمية، ويجلس للامتحان الموضوع لكل طلاب دفعته، وقد نجح فيها جميعا بالمستوى المطلوب للتأهل للدرجة العلمية. وزاد: في أول محاضرة يحضرها قال: أنا جيتكم لأنه درب الشريعة رحلينا، قلت أشوف عندكم لينا شنو. يعلق الكاتب بسخرية: إن شاء الله يكون لقى عندكم للشريعة دريب، أم خرج منكم فقط بالشهادة الورقية المزينة بتوقيعاتكم، لأن الظاهر للجميع أن الدرب فعلا راح عليهم. يتساءل الكاتب: سبحان الله سبحان الله يا بروف، يعني الرئيس كان بيخلينا في عز الزنقة ديك أزمات هنا وحروب هناك، ويشيل دفاتر المحاضرات والأقلام عشان يجلس أمامكم صافي الذهن بتواضع لاستيعاب محاضرات الماجستير القيمة لفائدة أهل السودان. ويواصل: أتحسب هذا تواضعا منه يا بروف، أم هو نوع نادر من أنواع اللامبالاة ابتلانا الله بها؟ إن ثبت حقا مداومته على الحضور، ثم ماذا أفادتنا شهادته وتلك الشهادات الرفيعة التي حملها بعض من كانوا يشاركونه الحكم والتي حصلوا عليها من أكبر الجامعات العالمية؟ لقد طوارت تلك الشهادات وانزوى أصحابها في ركن قصيب بعد أن طغى الفساد وساوى بين المتعلم والجاهل منهم. ويختم الفكيه زاويته بالقول: ما من شيء أضر بهذه البلاد وأقعدها سوى تأليهنا للأشخاص وفرعانتنا لهم، حتى صدقوا وظنوا كما ظن فرعون موسى من قبل بأن الحياة لن تستقيم إن لم يكونوا هم سادتها. لا حول ولا قوة إلا بالله.